ما شاء الله تبارك الله، وصول العج إلى سواحل محافظة بيش اليوم 28 من رمضان. ما شاء الله تبارك الله، قطرات المطر. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله، أمطار في مركز الخلاوي بمحافظة بيش اليوم 28 رمضان 1443. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد والشكر. نشرة الأمطار إلى مركز الخلاوي بمحافظة بيش.